ورقة نقدية جديدة من فئة 50 درهما تطرح للتداول بالمغرب، قيمتها التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالطاقات النظيفة وحماية الموارد الطبيعية. ويتضمن وجه الورقة صورة الملك محمد السادس وشعار المملكة، وكذا زخرفة معمارية مستوحاة من الأبواب المغربية وتجسيما فنيا لشلالات أزود. أما ظهر الورقة البنكية فيضم مناظر منمقة لمحطة نور للطاقة الشمسية وتوربينات رياحية وسد ورقان، وكذا محطة تحلية مياه البحر بأكادير. في سياق إصدار السلسلة الجديدة من القطع النقدية والأوراق البنكية، يطرح بنك المغرب للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 50 درهما تزامنا مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين. وتبرز هذه الورقة البنكية الجديدة من فئة 50 درهما التنمية المستدامة التي تعرفها بلادنا من خلال الجهود المبذولة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتطوير الطاقات النظيفة وحماية الموارد الطبيعية، حيث تتضمن الورقة البنكية تجسيدات لمحطة نور للطاقة الشمسية بورزازات، ومحطة تحلية مياه البحر بأكادير، وسد ورقان وتوربينات ريحية. الورقة البنكية الجديدة صممت بأحدث التقنيات في مجال عناصر الأمان، وتم تصميمها وإنتاجها كباقي نظيراتها من سلسلة الإصدارات النقدية الجديدة حصرياً من طرف الكفاءات المغربية التي تسخر بها دار السكة. تحظى هذه الورقة البنكية الجديدة بأحدث مميزات الأمان، لا سيما خيط الأمان متغير اللون ذي الحركة الديناميكية، وشريط على الظهر مطبوع بحبر خاص يتجلى بوضوح عند تغيير زاوية المعاينة والعلامات البارزة الخاصة بضعاف البصر، وكذلك الخصائص غير المرئية للأحبار. ويجدر الذكر أنه على غرار الأوراق البنكية من فئة 100 درهم و200 درهم، فقد تم تنفيذ جميع مراحل تصميم وإنتاج الورقة البنكية الجديدة من فئة 50 درهما من قبل الكفاءات المغربية التي تزخر بها دار السكة. ومن المزمج أن يتم إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 20 درهما بحر شهر أغسطس المقبل.